شكرا السيد الرئيس، أتمنى عاما سعيدا للزملاء بما أنه اجتماعي الأول لهذا العام. أيها الزملاء، صوتنا معارضين لكل التعديلات الثلاثة التي قدمتها روسيا والتي طرحت بسوء نية في اللحظة الأخيرة والتي ابتعدت كل البعد عن الواقع. صوتنا معارضين تعديلات روسيا التي اقترحت بشكل خاطئ أن النزاع في غزة هو أساس اعتداءات الحوثيين. الحوثيون كان ليقويهم هذا التعديل وكان ليفرض سابقة خطيرة تشرع من خلال المجلس هذه الانتهاكات للقانون الدولي. القرار يعترف بالديناميات الإقليمية بما في ذلك توفير إيران للأسلحة التي مكنت الحوثيين من استهداف السفن التجارية والسفن، وهذا ما ساهم في هذا الوضع. والوقائع واضحة، الحوثيون يستهدفون عددا من السفن، قليلة منها يملكها أو تشغلها الإسرائيليون. إذن المشكلة هنا ليست نزاعا محددا بل مبدأ الحفاظ على حرية الملاحة في ممر أساسي للتدفق الحر للتجارة. هذا المجلس لا يجوز أبدا أن يشرع الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي. نقطة على السطر. صوتنا أيضا معارضين للتعديل الروسي الذي تخلص من الإشارة إلى حق الدول بالدفاع عن نفسها، لطالما أكدنا أن الدول يحق لها أن تدافع عن سفنها التجارية من الاعتداءات. هذا ما قامت به الولايات المتحدة والمملكة المتحدة البارحة عندما تعرضت سفننا لاعتداءات الحوثيين. إذا تواصلت اعتداءات الحوثيين سيكون لها تبعات وعواقب، والأساس هو التالي: زميلنا الروسي كان لديه وقتا وافيا وفرصة لتقديم تعديلات أثناء المفاوضات، وتشاورنا بشكل وثيق مع كل أعضاء المجلس أثناء هذه العملية. مجددا حاولت روسيا أن تلعب لعبة السياسة في هذا المجلس، ولكن الأغلبية عارضت هذا الموضوع. شكرا سيد الرئيس.